كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي ومنصاته على المواقع المختلفة. نستعرض في هذه السطور وفي هذه الدقائق قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد في مقر النادي الأهلي في قلعته بالجزيرة اليوم السبت 19/20/21. الحقيقة أنه في جملة من القرارات سنركز اليوم على قرار واحد يتعلق بالدعوة لإجراء الانتخابات أو الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر، حيث وافق المجلس على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية يوم 25 و26 نوفمبر 2021، بحيث أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني الذي نصت عليه لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي في اليوم الأول 25 يتم استكمال إجراءات الجمعية والانتخابات تكون يوم 26 نوفمبر بإذن الله. وبالتالي اعتمد المجلس أيضا البرنامج الخاص بإجراءات الجمعية العمومية، حيث سيتم اختار الجهة الإدارية بموعد إجراء الانتخابات غدا. الجواب يعني يتم مخاطبة الجهة الإدارية غدا الأحد 10/10 وفقا للائحة وزارة الشباب والرياضة، والإعلان بالجريدة الرسمية يوم 15 أكتوبر، وكذا الموقع الرسمي للنادي الأهلي كما نصت لائحة النظام الأساسي. ثم يتم فتح باب الترشح في اليوم التالي مباشرة من الإعلان في الجريدة الرسمية اللي هيكون يوم 16 السبت 16 أكتوبر، ولمدة أسبوع ينتهي يوم 22 أكتوبر 7 مساء. الحقيقة أنه اللجنة اللي هتكون مختصة بقبول أوراق الترشح للمرشحين الراغبين في خدمة النادي الأهلي ستنعقد كل يوم من 16 أكتوبر من 9 صباحا وحتى 5، باستثناء اليوم الأخير اللي هو 22 أكتوبر ستنعقد اللجنة حتى 7 مساء ليغلق باب الترشح يوم 22 أكتوبر في تمام 7 مساء، وبالتالي تبدأ الإجراءات الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية والندوات المختلفة ولقاء المرشحين مع أعضاء الجمعية العمومية قبل إجراء الانتخابات يوم 25، وفي حال عدم اكتمال الجمعية العمومية تجرى الانتخابات يوم 26 نوفمبر بإذن الله. كل التوفيق للنادي الأهلي ولأعضاء جمعياته العمومية وللراغبين والطامحين في خدمة نادينا العظيم، بكل التوفيق إن شاء الله. بشكر حضراتكم، ده بس اللي كان عندنا النهاردة أو ما قرر المجلس إعلانه، وسنوفيكم تباعا بإذن الله بمجموعة أخرى من قرارات مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة.